عندنا ضيوف. لا ده انتوا تنورونا بقى. تعالي تعالي عامل له مفاجأة 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 مفاجأة. شو شو ايه شو شو ده؟ ايه ده؟ ده حب بقى، ده كده حب. متهيألي متهيألي شيماء ليها جمهور جامد قوي ورا، صح؟ تحبوا تسمعوا حاجة؟ ارسم قلب. احنا غنينا ارسم قلب تاني يا جماعة. دي عندها الطفلة دي تايهة من مين يا جماعة؟ الطفلة دي تايهة من مين؟ ها؟ طب ممكن يا جماعة معلش نغني ارسم قلب تاني عشان شيماء وهنا، بس تغنوا معانا عشان كده كده بقى ايه؟ محمد فؤاد ومحمد جمال. صح كده؟ يلا ارسم قلب وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا خالك مني. افرح غني اسمع مني، كمل قلبك النور مخلوق. ارسم قلب وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا وصادك بالكيك. افرح غني اسمع مني، كمل قلبك النور مخلوق لعيني. يلا دورو. قلب ما بيعرفش يكره حد تاني، قلب بيفكر في غيره وشاني، قلب بيبان اللي حسه من عيني. قلب هادي قلب راضي مهما دنيتنا. وارسم قلب وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا وصادة بالكيك. افرح غني اسمع مني، جمد قلبك النور مخلوق لعينيك. برافو. لا نسمع لهم سقفة جامدة، سقفة جامدة. ايه ده؟ برافو برافو يا ودي كانت من احلى الاوقات اللي انا قضيتها في حياتي. احساس المسرح مختلف، ولما تبقى مع بجد ناس انت بتحبها فكان الموضوع مختلف جدا. والفانز بتوعكم بجد بجد جامدين اخر حاجه، وبيحبوا اي حد انتوا بتحبوه، فمرسي لكميه الحب اللي هم ادوهالي بجد. يعني يا شوشو والله يعني هم شويه الاخرانيين اللي حصل فيهم كالاتي: احنا غنينا والفانز حبونا تمام زي الفل، ففجأة لقيتهم بيقولوا يلا عشان هنجري. طب ليه نجري؟ ما احنا ممكن نمشي. فلا، فجأة لقيت ايه؟ البنات بتحدف نفسها زي ما يكون في زلزال وقالوا لهم في حريقة وهتموتوا. ففجأة في بنات بترمي نفسها، في واحدة لقيتها شلتها من على دماغي، فأنا مش فاهمة ليه يعني. ويا هشام يا لو ليه يا حبيبتي ليه؟ وفي واحد كان شبه يا عيني الكانجرو، كان في زمان كان في نقار الخشب، كان في كرتون، في واحد بيجري برجله. أيوة بس حبيبي. فكان في واحد بيجري ماسك لوحه كده. اه يا حبيبي انا جايب لك دي، انا جايب لك، خدها مني. فيعني راح هشام وقفنا بالعربيه اللي كانت بتجري، وهو بيجري بنفس سرعه العربيه عشان يديله. فوقفنا هشام وخد منه اللوحه، ففجاه كانوا في هجوم تاني. بس طبعا ده كله حب، وربنا يزيد ويبارك. العربيه دي ايه؟ العربيه دي جولف كار اللي هي المفروض بتشيل ثلاث بني ادمين. فاحنا كت علينا واحنا بننزل، ابتدت الناس تنط من على السور. كت على ايه بقى؟ ده على حجر السواق محمد فؤاد خد السواق، وانا اقسم بالله قاعد على حجر ماشي خلاص، ومحمد جمال متشعلق ورا تباع، وهنا وشيماء قاعدين في المكانين اللي ينفع، وانا على حجر شيماء. ايوه والله. طب قولوا لي بقى، في بدايه البند دايما اول حاجه في البدايه ما بنبقاش عارفين لسه الحاجه دي ناجحه ولا مش هتنجح، ولا الولاد دي لسه صغيرين بيفكروا في ايه. اكيد زي ما في ناس شجعتكم في ناس وقفت ضدكم،
وقعد اقول لكم ايه اللي انتوا بتفكروا فيه كده، قولوا لي مين عمل كده ومين عمل كده، مين شجعكم ومين ما كانش مرحب بالفكره. والله 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 العظيم مش كلام، بس انا بجد مش فاكر حد ما شجعش، او يمكن اللي ما بيشجعش ما بيقولناش في وشنا. اللي شجعوا الحمد لله ناس كتير، وعشان يعني يمكن فرصه حلوه ان الواحد يديهم حقهم، كل الناس اللي بتشتغل معانا، احنا كل الاغاني اللي بنعملها تقريبا كلها كلمات امير طعيمه، الحاني، توزيع مادي، وهان صوت خالد سند، دول الناس اللي بتعمل الاوديو طول الوقت. تحيه كبيره ليهم كلهم، يعني بحبهم جدا. بالذات امير طعيمه. امير عايز اقول لك انه لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي، لحد ما ابتدينا لحد النهارده، امير عمره ما خد مننا ولا جنيه على كلام اغنيه هو خدها، مع ان امير ده اغلى شاعر بيكتب اغاني في مصر. صح. هو عشان هو مصدق فيا وفي الفكره وفي الباند، وعشان هو راجل مش طول الوقت بيفكر في الماده، عشان هو بجد فنان وهو بجد حاسس انه هنا في حاجه مختلفه. فبالذات امير انا بقول له شكرا، لان هو فعلا انا لو مكانه بصراحه ممكن جدا ما كنتش اعمل كده. هو مش محتاج ابدا يعمل ده. صح. فبشكر امير. احنا كمان. وطبعا طبعا طبعا حبيبتي بعد امير، دنيا سمير غانم. عشان دنيا من اول ما كنت، قبل ما انا كنت هغني في الباند، كانت بتسمع الاغاني بتيجي تفضل تقول لي الاغنيه دي حلوه قوي، الفكره دي مش عارف ايه. ومره جت قبل ما ابقى هغني في الباند، سمعت اغنيه اللي هي اغنيه المصالح. قالت لي الاغنيه دي حلوه قوي، انا عايز اغنيها مع الباند. الله. لما تيجوا تعملوها انا عايز اعملها معاهم دوات. فقلت لها طبعا يعني انت هتدي زقه جامده جدا. صح. جدا للباند ان هم في الاول خالص كده يعملوا دوات مع اسم كبير زيك، فده هيخلي الناس تعرفهم اسرع. ففعلا اول لما عملنا الباند عملنا معاها اغنيه المصالح، والحمد لله يمكن هي من اكتر الاغاني اللي عملت فيوز عندنا بسبب دنيا. طبعا تحيه كبيره لدودي العسل القمر. طيب بمناسبه دنيا وبمناسبه الاغنيه الحلوه دي، ممكن تسمعوها لنا ولا نسمع حاجه من اللي انا عاملهم لدنيا؟ طب يلا يا ريت. بتحبي ايه طب انت في البوم دنيا؟ بحب كل اغاني دنيا. إيه بحب ايه؟ الصحاب. قصة شتا. ها؟ قصة شتا. نقول قصة شتا. نزلت من البيت في المطر وما همهاش برد الشتا، تيرارارا تارارا، بقاله كام يوم مختفي مش فاهمة ليه بيعمل كده، تيرارارا تارارا. نزلت وراحت على مكان كانوا في تملي بيسهروا، اول ما شافها في كلامه بان ان مشاعره تغيروا، قال كلام ما كانتش عارفه تجمعه، متفاجأة بيه مذهولة قاعدة بتسمعه، أصل الكلام ده بيبقى دايما آخره بعد، فعلا أوام ظنونها جت في محلاه، ورفع عيني وبأسوى وبرود قال لها معلش آسف احنا لازم ننسى بعض. الله. طيب بمناسبة الإشاعات، عايزين نتكلم عن الإشاعات. ماشي. طلعت عليكم إشاعات كتيرة قوي، وخصوصا انت يا أستاذ هشام. ده حقيقي. قالوا انك ابن مدام إسعاد يونس. قالوا انك وانك انت قول بقى. اوكي. لا بصي هقول لك على حاجه بالراحه، واحده واحده. يلا. طب انا بسمع طول الوقت عليكم كفنانين اللي هو ايه، بيتقال عليا اشاعه ان انا مش عارف ايه، وكنت تمام وبقول اكيد في حاجه بتسبب انه فبعدين فجاه بعد ارسم قلب طبعا بالذات، لقيت متقسمين اجزاء. طبعا انا ابن مين ده، فاهمه؟ ده كان خد فتره من الحاجات، مفيش اي علاقه ليا تربطني بحد في الوسط، ولا حد معروف بره حتى الوسط الفني. انا ما فيش اي حد في اهلي معروف، ولا كان عمري ليا. مدام اسعاد يونس من الناس اللي يعتبر زي ما بيقولوا تبنتني من ساعه لما ابتديت، لما ما كنتش حتى لسه بنتج، كنت انا طفل بقى ايه، انا يعني الكلام ده وانا عندي 16 17 سنه. فابتدت
تجيبني في العروض اللي بيعملوها في الشركه في جوه داخل جوه الشركه العربيه للمديرين الاقسام والمش عارف ايه قبل ما الفيلم، عشان لو في حد عنده تعديل على مونتاج على مش عارف ايه. فابتدت الاقيها بتكلمني بتقول لي انت فين، عندك جامعه؟ لا طب عايزك تيجي لي يوم كذا الساعه كذا تحضر عرض فيلم كذا جوه الشركه. فاكيد ببقى مبسوط طبعا. فبروح بدخل بلاقي ناس كلها كبيره، وهو عدد الناس اللي موجود 20 واحد يعني كلهم اللي هم رؤساء اقسام الشركه العربيه. فبقيت بقعد وبتفرج ومبسوط جدا واني بحب السينما قوي، بس مش عارف انا هنا ليه. فابتدت تخلص الميتنج وكل الناس تقول لا انا حاسس كذا، انا حاسس مش عارف ايه، عايز يقصر بتاع. فتقول لي فكيت كل الناس تقول لي هشام انت رايك ايه؟ اقول لها والله انا شايف انه كذا 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 كذا، واحنا مثلا انا بالنسبه لي كجيلي او انا واصحابي والسن بتاعنا ما اعتقدش انه مش عارف ايه وانه اللي ينفع كذا. فالاقيها بتسمع وان الحاجات اللي بقولها بتتنفذ كمان. فاداك ده ثقه في نفسك. وخلاني انا وهي بقت الناس، حتى هم في ناس كانت بتبقى متضايقه انه ايه الطفل اللي انت بتجيبيه تقعديه في وسطنا وقاعد يفتي ده وبتاخدي بكلامه. فابتدت تحصل علاقه ما بيني وما بينها انه بقيت بحب قوي قوي الست دي، وهي بقت شايفه ان انا واحد شاطر وممكن يبقى لي مستقبل او حاجه ما اعرفهاش يمكن لحد دلوقتي. يعني انا لما بسالها ايه تقول لي انت دخلت عليا كده قلت الواد ده عينه بتنط ذكاء ما شاء الله. انما ما فيش حاجه كانت حصلت. فما عملت شركه المزيكا اون ذا اذر سايد خالص بعيد عنها وابتديت اشتغل، هي عرفت مره بقى من واحنا بنتكلم فقالت لي انه يحصل شراكه ما بيني وبينها في شركه انتاج المزيكا، وطبعا دي كانت حاجه عظيمه بالنسبه لي. فدخلت على مدرسه اسمها سعاد يونس والشركه العربيه، اتعلمت حاجات كتير قوي 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 منهم، وحصلت كمان علاقه قويه جدا جدا ما بيني وما بين عمر الخواجه اللي هو ابنها وشريكي واخويا. فابتدى الموضوع من هنا ان يبقى فيه العلاقه دي، فالناس بقت يمكن في الوسط شويه رابطين انه هشام باسعاد يونس عشان هي طول الوقت بتحاميلي وطول الوقت بتقول واد ده جامد وطول الوقت مش عارف ايه، فيمكن ده اللي عمل علاقه. الانتشار بتاع انها امي دي حاجه يعني ما تزعلنيش خالص، دي حاجه تشرف اي حد. تحيه كبيره للفنانه الكبيره اسعاد يونس. طبعا حبيبتي. وده ما ضايقنيش يعني، انا كلمتها حتى ايام الاشاعات دي ايام في رمضان لما انتشرت قوي، قلت لها بقول لك ايه اطلعي اكتبي على فيسبوك ولا على تويتر ان انا مش ابنك. قالت لي يعني ايه يعني هتبرى منك؟ لا مش هكتب كده. قلت لها ايوه بس انا عايز الناس تفهم انه انا مش ابنك، بس عايز الناس تفهم انه ايوه انا زي ابنك بس انا مش ابنك فعلا، لان هم خدوا ده في اتجاه تاني وحش. اللي هو ايه بقى؟ انا الحاجه اللي بشوف ان هي ممكن تكون، والله العظيم مش كلام وانا بقوله بجد لكل الناس، انه انا راجل ابتديت فعلا لا في ده الجزء الثاني من الاشاعه بقى بتاع الفلوس، اصل امه ادته الفلوس، اصل ابوه هي اللي بتصرف عليه وهي بتدخله الوسط واحده واحده، اصل ابوه اداله 200 مليون جنيه ينتج بيهم، فاهمه؟ حاجات غريبه كده. كان نفسي الحقيقه، بس هو ده ما حصلش يعني مش الواقع. بس الحقيقه ان انا ويشهد على الكلام ده الناس اللي بدات خالص في البدايه اشتغل معاهم، دنيا سمير غانم واحمد مكي. انا دنيا ومكي دول لما جولي انا الاوضه اللي كنت بقابلهم فيها كان استوديو معزول ب 6000 جنيه فعليا، كنت انا اللي جايب السفنج وانا اللي جايب القماش من الوكاله وكهربائي اللي عزل الاوضه اساسا، يعني ما فيش اي حاجه زياده ولا اي وطول الوقت كنت بشوفه، حتى الناس اللي حواليا كانت بتقول لي، وحتى يوتيوب لما ابتدينا نتكلم انه ازاي نوري الناس انه في ولد بدا لوحده وعارف يوصل لناس مشهوره ويشتغل وينجح، انه كنت بحس انه دي حاجه هتبقى حلوه. اللي بوظوه في ده انه قالوا ان في فلوس اصلا، ده هو مش هو اللي ده، هو امه اللي مدياله، ده ابوه اللي مديله، ده كذا ده كذا. الموضوع كان بكل بساطه شركه ابتدت صغيره، ولد لوحدي بحب الحاجه اللي بعملها، ابتديت صغير جدا وابتدت الحاجات تتبني فوق بعض، ابتديت الاقي زي ما انت بتقولي ناس بتساعد وبشكرهم لاني ما اعرفش ليه، كان منهم امير تعيمه من اول يوم، وكانت منهم اسعاد يونس من اول يوم، وناس تانية كتير قوي قوي عشان مش عايز انسى حد. ناس شافت انه والله واحد مجتهد وصغير وبيحاول يشتغل ليه ما نساعدوش؟ صح صح. فالحاجه الوحيده اللي انا بس كنت نفسي ان هي تبقى واصله انه لا، لو في حد عنده حاجه بيحبها بجد ومصدق بجد وقادر، حد حلمه انه يمثل او حلمه انه يغني او حلمه انه يبقى مذيع او حاجه بره المجال بتاعنا ده خالص، لو واحد مصدق في اللي هو بيعمله، واحد بيحب اللي هو بيعمله بجد، انا بشوف ان احنا محظوظين ان احنا بنشتغل في الحاجه اللي صح احنا بنحبها. الحمد لله. وهي الحياه خطوات. صح. فهي دي بس انه الواحد عارف جدا كويس جدا ان الظروف في مصر صعبه وان الموضوع مش سهل ابدا وكل حاجه، بس انا بقول لكم عن تجربتي الشخصيه واقسم بالله مش بكذب في اي حاجه،
انا راجل ابتديت لوحدي تماما، والحمد لله بشوف ان انا في مكان الحمد لله كويس النهارده. لو حد عنده حاجه يجرب، مش هيخسر حاجه ان هو يجرب ويشتغل ويشوف ايه اللي هيحصل. يعني بجد كلام حلو، ويا ريت كل الشباب حقيقي حقيقي ياخدوا من كلامك، ومش بنقول بقى كلام بقى اللي هو بتاع البرامج ومش عارفه ايه، لا يعني حقيقي بجد هشام، وعن معرفه شخصيه انه والله العظيم فعلا كل كلمه قالها حقيقي، وهو فعلا بيعمل كده وبيجرب في كل حاجه، ويعني اقول بقى في البرنامج يعني ربنا يكرم. طيب ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم، ولسه مكملين معايا باي بان. رجعنا لكم ولسه منورنا الحلوين الجامدين العسولين بوي بان. مدلعانا والله. انتوا تستحقوا الدلع، لو انتوا مش هتدلعوا مين اللي هيتدلع؟ ميرسي يا شوشو، انت اللي هتدلعي. يا اختي. طب دلوقتي طب يلا هنبتدي نسال. قولوا لي ايه اكتر حاجة كل واحد فيكم بيحبها في شكله؟ هشام؟ طب ما تلفي وتجيلي، اصل انا هديكي اجابة والله العظيم طويلة. طب ماشي. لا مش طويلة، انا ما بحبش شكلي خالص. كنت عارف اقسم ليه؟ ما بحبش، ما اعرفش. طب والعينين الحلوة دي؟ فين الحلوة دي؟ العينين العسلي دي؟ والله والله العينين القطط دي؟ والله ابدا والله ابدا والله ابدا. طيب فؤاد؟ يعني ساعات شعري جميل. بحب مناخيري جدا. بحب مناخيرك؟ ده انت عارف. طب ماشي، حاجة كل واحد نفسه يعمل عملية تجميل فيها، جمال؟ لازم أعملها؟ آه لازم. لازم. مين ليه؟ لا أكيد هتبقى مناخيري طبعا. مناخيري اللي كانت عاجباك. اللي هيغيرها. آه طب وأنت يا فؤاد؟ مناخيري، بصي حتى عشان جميلة. إيه ده؟ طيب ما كنتش واخده بالك؟ اه لا البروفيل عنده بس بحبها يعني. بس هي حلوه. اه هي حلوه منك. حلو يا حلو. وانت يا هشام؟ ما انا انا كاره يعني الباكج هيعمل في كله. حاجه او صفه نفسكم تشيلوها من شخصيتكم. جميل؟ انا اكيد في حاجات كتير بس مش يعني مفيش حاجه حاضره دلوقتي. انا بفرق كتير قوي. فراق. اه مرهود قوي. فراق محمد فراق. سرحان. السرحان. انا بقعد مع هشام مثلا وناس يليني عامل كده. اه ده طول الوقت مش هيجيب عصافير. انت شايف حاجه مش شايفينها؟ مش معانا هو طول الوقت. يقول لي انت شايف حاجه مش شايفينها؟ طيب في حاجه العصبيه شويه زياده. شويه زياده. شويه شويه. باخد الحاجات على قلبي قوي يعني، محتاج بس ابقى اهدى بس مع السن ان شاء الله يعني بتحسن والله. بتحسن. طب الحمد لله. بس ده حماس الشباب يعني، وانا في مرحله المراهقه 16 دول الموضوع كان صعب قوي. طيب سؤال بس ليك انت بس يا هشام. ايه بقى؟ لو خيرناك ما بين الانتاج والغنى والتلحين والاخراج والمساعده والهلب والحاجات العادية، تختار ايه؟ والايربيس. وهنداوي. وهنداوي. تشتغل ايه غير هنداوي؟ تشتغل ايه؟ الغنى والتلحين والتمثيل والاخراج. ما انا بحب اعمل كل الحاجات، احنا متفقين زي ما قلت لك. بس اكيد 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 اكتر حاجه بحبها الغنى طبعا. الغنى. اه بحب الغنى، بتبسط قوي في الغنى وبالذات على الستيج. طب وانا بتبسط قوي بالغنى بس هنا في برنامجي، ممكن تغني لي حاجه؟ يا سلام. نغني ايه بقى؟ انت عارف الاغنيه اللي انا بحبها؟ انهي واحده؟ فضل. مش عارف فضل شاكر. ايوه. اني واحده لو على قلبي. كان حبك اكتر بيحبك اكتر واكتر واكتر. لو على قلبي داب في هواك وكفايه ليل وسهر وعناد ويايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعيني قلبي نادالك حن في يوم وتعالى وديك روحي بس
تعالى ياللي بحبك قرب طمن قلبي عليك. بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي، وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعنيك وغرامك وبدو في هواك وكلامك. وانا ليلة يا لي علي الطول على قلبي. الله هنروح لفاصل ونرجع لكم بسرعة مع أجمد فريق، فريق بوي باند. استنونا. رجعنا لكم تاني بسرعة عشان عارفين ان احنا اكيد اكيد وحشناكم زي ما انتوا بتوحشونا في الشوية الصغنطتين دي، ويا ريتكم تبقوا قاعدين معانا في الكواليس وفي الفواصل وتشوفوا ايه اللي بيحصل. بجد انا مش عارفة اقول لكم ايه، والنهاردة من اسعد الايام واحلى الحلقات اللي انا مبسوطة فيها جدا عشان منورني فيها بوي باند. ميرسي يا سيسي، ميرسي ميرسي يا حبايبي. ودلوقتي هنلعب معاهم ماذا لو. طبعا انتوا عارفين اللعبه بتتلعب ازاي، بس بما ان هم ثلاثه في واحد فهنحاول نقول لهم السؤال وهم يتناقشوا. لو هتقدموا اغنيه فيلم وحد من الابطال دول هيكون هو بطل الفيلم ده، تختاروا انهي فيلم اللي تعملوا له الاغنيه بتاعته؟ فيلم ليه احمد مكي ولا احمد حلمي ولا احمد السقا؟ انا عارف. انا بالنسبه لي ايه ده والله. ناقشوا بقى ونشوف بقى، يمكن اغلبيه انت. طب ايه بالنسبه لي انا؟ يعني مش عارف. قول قول. بس بيقول لك انا عارف انا بالنسبه لي انا مش عارف. ايه بقى هو احساسي؟ احمد حلمي. مع اني بحب التلاته، هو انا حاسس ان علينا احنا هيبقى احمد مكي مش احمد حلمي. مكي. انا احمد حلمي. وانا احمد حلمي. يبقى صوتين لاحمد حلمي. يبقى معانا صوتين لحلمي وصوت لمكي. للاسف يبقى البتاعة هتروح لحلمي. حلو، يبقى احنا نعملها فوت. لو هتقدموا دويتو واحد، دويتو، تختاروا مين اللي يقدمه معاكم؟ هيفا وهبي، وانا عرفت الاجابه تقريبا. هيفا وهبي مش محتاجه اكمل. يبقى راحت لهيفا وهبي عشان هشام مش هيختار غير هيفا وهبي. ده حتى لو هم عايزين حد تاني. يعني حتى لو الاغلبيه راحت يعني لحد دي تاني. ما فيهاش فوتس، دي فيها خلاص حق الفيتو. اوردر. اللي هو بالظبط. يعني انا ما شفتش. لا بس احنا هنتفق. احنا ما لحقناش. انا شفتش مين بس مش مشكله، مش مختلفين بس خلاص. يعني هيفا. هيفا طبعا. هيفا طبعا مش محتاجة. اتفرج بس.